بسم الله الرحمن الرحيم. لنا عظيم الشرف اليوم اننا نتواجدوا في ضمن هذا اللقاء التواصلي اللي خصته عصبه فاس مكناس للتايكواندو تحت القياده ديال الاستاذ ادريس احمد العبقري يوسفي، الاستاذ المقتدر اللي بكل صراحه لمسوا ان الاستاذ تيخدم من اجل الصالح العام، والمهم الشغل الشاغل ديالو هو انه يحاول يرقى بالرياضه ديال التايكواندو في هذه العصبه هذه، والاخذ بيد الجمعيات من اجل انهم يكونوا يقضوا المسائل القانونيه ديالتهم، وان الجمعيه تكون جمعيه العصبه تكون جمعيه مهلكله اللي تعطينا كذلك بدورها عصبه مهلكله وقويه. تنشكروا جميع الاعضاء ديال المكتب المسير ديال جهه فاس مكناس، العصبه جهه فاس مكناس، كل واحد بالاسم ديالو كل واحد بالموقع ديالو، كما كذلك تنشكروا الجمعيات اللي حضرت تت الفضاء في هذا اللقاء التواصلي. وكنتمنوا التوفيق ان شاء الله للاستاذ احمد عبقري يوسفي في المهمه ديالو في الرئاسه ديال هذه العصبه هذه، والرقي ان شاء الله بالابطال ديالها والرقي بالانديه ديالها والحكام ديالها والمدربين والاعضاء ديال المكتب ديال هذه العصبه ان شاء الله لاعلى المراتب. وشكرا للجميع، شكرا للاخ بن نهاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقاء كان في المستوى، تدرسنا فيه مجموعه من النقاط ومجموعه من المختلفات اللي كانت ما بين الجهه وما بين الجمعيات. الحمد لله كان في المستوى، نتمنى مره اخرى تكرر هاد الدورات التواصليه وتكون عاوتاني دورات تكوينيه ان شاء الله باذن الله. وتنشكر جميع الجمعيات اللي تقوم بالجهد الكبير وكذلك المدربين. كنشكر جهه فاس مكناس التايكواندو على هاد سعه الصدر، وكما تنقولوا الصدر كان رحب وتسنتونا بزاف النقاط خرجنا بهم بالافاده ان شاء الله، والله يوفقنا ووفق جميع المسلمين، وعاش المغرب وعاشت جهه فاس مكناس. شكرا.